تمكنت الخدمات الأمنية المشتركة من الشرطة والقوات المسلحة والمعينة لتأمين مقر ديوان وزارة الداخلية من ضبط مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتسلل لمدرسة الفلك الإعدادية في شارع محمد محمود وصعود أعلى مبنى المدرسة وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية على القوات والمتظاهرين في آن واحد. أثناء تواجدنا في الإشراف على خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية في الأحداث الأخيرة وردت لنا معلومات ورصدناها من اعتلاء بعض الشباب إحدى المدارس بشارع محمد محمود في تقاطع مع شارع الفلكي وبيقوموا برشق القوات والمتظاهرين في نفس الوقت بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق بعض الأعيرة النارية. استهدفناهم مع القوات الموجودة لتأمين مبنى الوزارة وتمكننا من ضبط العدد اللي حررنا بالمحضر وتم عرضهم على النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم. تمكننا في المأمورية دي من ضبط حوالي 20 شاب وأعمارهم في سن الشباب من 18 ل 25 30 سنة. وبرغم أن التصريحات الرسمية تقول إنهم اعترفوا بالاشتراك في إطلاق الأعيرة والحجارة على القوات والمتظاهرين المتواجدين بشارعي محمد محمود وشارع منصور، إلا أنهم أنكروا كل ذلك عندما تحدثنا معهم. كان ممسوك في أول شارع محمد محمود، أنا خلصت شغلي وراح عند أختي ساكنة في بلاد دكرور، مروح راح بات عندها، راح قعدوا يضربوا في كنابل مثيره للدموع، دكتور رحت في الارض لقيت عسكر مسكتني وقعدوا يضربوني في وشي اهوت وفي جسمي كله بايظ، وخدوني عند وزاره الداخليه، خدوا مني فلوس والجاكيت والتليفون وقعدوا يضربوني. انا مش متلفق لي غير كيس بلاستيك، ان انا ايه كنت لابسه عامل زي العساكر وبدرى فيه وبحدف عليهم. سيادتك فتحنا كيس عند وكيل النيابه لقى كيس ما فيهوش قطعه زي الرقبه كده ان انا البس الكيس، كيس سليم لمؤاخذه بتاع زباله اسود كبير. انا ما اتمسكتش بحاجه، التهمه اللي متلفقينها لي ان انا بيقولوا عليا انا ضربت عسكري. يعني انا سني انا عندي 18 سنه، ازاي انا اضرب عسكري معاه بندقيه وداخل عليا وعمال يحدف عليا كنابل، ازاي انا اضربه؟ يمين بالله ويمين بالله ثلاثه، انا ممسوك في محطه المترو ومضروب وجنبي مضروب، بس انا مش هينفع اظهر وشي. انا اتمسكت في شارع محمد محمود جنب المدرسه. هذا وقد القت الشرطه القبض على المشتبه به في حرق المدرسه في وقت لاحق من اليوم.